بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يا سلام، في شوية اصطلاحات النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصحح الاصطلاحات عند الناس، عند الصحابة، يقول لهم ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد ايه؟ ولكن الشديد من يملك نفسه عند الايه؟ يقول لك أتدرون من الرقوب فيكم؟ قالوا يا رسول الله الرقوب من ليست لها ولد. قال لا، ولكن الرقوب من لم يقدم لله ولدا. يبقى ده مفاهيم بتتصلح يعني. فربنا سبحانه وتعالى بيصلح لنا مفهوم، بيقول لنا ان انتوا بتقولوا على دي الحياة والتانية بتقولوا عليها الموت. ربنا بيقول لا، اللي انتوا عايشين فيه ده هو ده الموت، واللي انتوا رايحين له هو ده الحياة، ولازم تكونوا مستعدين للحياة. ان الدار الاخرة لهي الايه؟ الحيوان. لو كانوا ايه؟ يبقى الدنيا دي هي الايه؟ المواتين. لما الاخرة تبقى الحيوان تبقى الدنيا ايه؟ المواتين، مش كده؟ يبقى اللي احنا عايشين فيه ده اللي احنا فاكرينه الحياة، لا هو ده الموت. بل اقل مصيبة من اللي بتحصل لك في الحياة اشد بكثير من الموت. انت فاكر الموت ده اصعب حاجة؟ لا، الموت ده اريح حاجة، اريح حاجة ممكن تواجهها في حياتك. والمصايب اللي بتحصل لك في حياتك دي اقل مصيبة فيها اصعب بكتير من الموت. الموت ده هو الراحة، الراحة. اي حتة تحس فيها بالراحة يبقى اعرف هو ده الموت. لما تقعد كده مرة بقى وتحس انك مرتاح قوي 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 وكل شوية ترتاح وبترتاح اكتر، هو ده الموت. يبقى بتموت، خلي بالك انت بتموت. يقول لك لا ده انا بسترق. يقول لك خلي بالك ما انت بتموت اهو. يقول لك موت ايه ده؟ انا ده الراحة بقى اللي ايه؟ الحمد لله الذي اذهب عنا الايه؟ الحزن. لما بيموتوا بقى يقول لك ياه الحمد لله الذي اذهب عنا الايه؟ الحزن. فاحنا عايشين في حزن، فهمت؟